نروح بلباقيه الكباتن كابتن طبعا، يعني نقول عبد الستار بقى على طول، مش لازم انت بيقول لك عبد الستار بس احنا قلنا الاسم بس يعني ايه عشان الناس تبقى عارفه. عبد الستار انت واخد احسن لاعب ما شاء الله، الله اكبر عليك، دوري كاس كابتن الفريق، فانت فرحتك النهارده يعني اميال لا توصف. شايف ايه النهارده المختلف في الموسم ده غير المواسم اللي فاتت خاصه انت حضرتها، حضرت الموسم اللي فات، شايف ايه المختلف؟ يعني يمكن انا مش حضرت الموسم اللي فات، بس انا يمكن حضرت، انا في الفيرست تيم من 2004، فتقريبا انا بقالي 19 سنه، فيمكن انا حضرت فاينلز كتير للدوري، اتعلمنا من اخطاء كتير كنا احنا وقعنا فيها قبل كده. يمكن هو ده اللي فرق السنه دي عن السنين اللي فاتت، ان انت اتعلمت من اخطائك وابتديت ان انت تبني عليها. ابتديت ان انت تغير اعمار السنيه في الفرقه، ابتديت تدخل زي ما بيقولوا دم جديد في الفرقه، ده اداك سترينث، اداك ستامينا في الماتشات، الجهاز اتغير، بقى فيه مدرب احمال، بقى فيه معد بدني، بقى فيه معد نفسي، فانت كل شويه بتتغلب على اخطاء كانت بتقابلك في الماضي، وهو ده اللي ادى ان انت الحمد لله السنه دي يعني واخد البطوله وبرفورمانس يعني مش طبيعي. انت عارف اللي عاجبني ايه كمان؟ ان انت كابتن فريق واحد يعني اكبر اللاعبين في الفريق طبعا وقدامهم، بس واخد احسن لعيب. ده يعني فضل من عند ربنا. يعني خلي بالك دي ليها معنى كبير جدا، ان حتى يعني كبار الفرقه والناس اللي لا شايله، يعني ما فيش حد قاعد في الفرقه الا ما يكون فعلا ولد. بص هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا يمكن من طول الفتره اللي الدوري مش فيها في النادي، فانا كان بالنسبه لي الدوري تارجت او حلم انا عايز اوصل له. فالسنه دي انا يعني عملت مجهود مضاعف عشان احاول ان انا ابقى مع الفرقه دي وابقى في نفس مستوى الفرقه دي في العوم في الماتشات، ابقى عايم ورايح وجاي معاهم. فالحمد لله ربنا كرمني ان في اوقات الماتشات الكريتيكال يمكن ربنا كرمني بكذا جون فرقوا مع الفرقه، او يمكن فوقت الفرقه لقدام، فيمكن دي حاجه من عند ربنا او طبعاً يعني الحمد لله. أكيد توفيق من عند ربنا والله. اكيد اكيد الحمد لله. انت مكمل معانا فهروح لكريم، لان انت معانا الفتره الجايه يعني وهنقعد مع بعض حبه، بس خلينا كريم. كريم يمكن السنه دي كان موسم صعب، وكان يعني ما فيش لعيب ما ضحاش، يعني ابدا عمره ما بيجي مكسب نتيجه تضحيه. انت على المستوى الشخصي ضحيت بيه؟ لا انا طبعا ضحيت بحاجات كتير، منها كنت باجي على الجامعه كتير وعلى مذاكرتي. عشان سنه كام؟ انا دلوقتي في ثالثه جامعه. بتدرس ايه؟ انا في تجاره خارجيه اللي في الزمالك. برضه صعبه. طيب تمام. ثلاثه انت في سنه ثالثه؟ طبعا. إيه يعني الدراسه؟ اديني يومك مثلا، احكي لي يومك كده. انا يومي لو في تمرين الصبح او حاجه بيبقى تمريننا الساعه 7، بصحى تقريبا 6:30 بروح التمرين، بخلص تمرين بروح على الجامعه لو عندي محاضرات او حاجه عشان اقدر ابقى يعني هنا وهنا ما بقاش جاي على حاجه. بعد كده بخلص جامعه برجع البيت بريح شويه عشان بيبقى عندي تاني تمرين بين بالليل. بيبقى جيم وميه، فبس يعني تقريبا ده بيبقى اليوم كده. ما بتخرجش مع اصحابك؟ كانش خروجاتك يعني من العيله الالتزامات الاجتماعيه بتبقى ايام الاجازه، يعني لو عرفت ان انا اقدر اللي هو اليوم ده اجازه او حاجه بخرج، بس غير كده بضطر اروح التمرين، يعني باجي على نفسي وباجي على الخروجات دي عشان في الاخر اقدر اكسب البطولات. طب كريم انت مواليد كام؟ انا مواليد 2002. 2002 يعني انت يمكن السنه دي لعبت 2000 مثلا، بس لعبت بطوله 2000 صح؟ ما لعبتش حاجه ثانيه غير 2000 كاس و2000 ودوري عموما. ودوري عموما. طب اصعبهم على الاطلاق ايه؟ يعني خلي بالك ممكن تبقى 2002 بطوله صعبه، انا ما شفناهاش يعني وما يعرفش. اصعبهم بالنسبه لنا الدوري، لان احنا حاجه عايزين نحققها بقالنا كتير. نعم. فدي كانت صعوبتها. طبعا الدوري قعدنا كتير بنتمرن له وبنجهز له عشان نقدر نكسبه، كل يوم الفرقه يعني حاطين في دماغنا ان احنا بنيجي عشان نقدر نكسب البطوله، ما بنفكرش غير في الدوري. فالحمد لله ربنا وفقنا قدرنا نكسبه في الاخر. اصعب ماتش كان السنه دي ليك على المستوى الشخصي، خليك سيبك من ماتش الجزيره وماتش لوبس، بيبقى ممكن يبقى في ماتش سهل بس ليك متكلف انت بمهام معينه من المدير الفني بيبقى صعب عليك انت شخصيا، ايه اصعب ماتش انت كنت شايفه ليك انت؟ انا كان اصعب ماتش بالنسبه لي كان ماتش الجزيره، اللي هو لو كنا كسبناه كنا يعني بنسبه كبيره نحسم الدوري في البلاي اوف الثاني. الثاني اللي هو نكسبه ونحسم الدوري، لان ده يعني كان في انهي حمام؟ كان عندنا في النادي. تمام. ان هو برده كان وسط جماهيرنا وفي النادي بتاعنا، ما ينفعش فرقه تجي لنا النادي وتخرج كسبانه، يعني ده حاجه احنا عندنا في الفرقه.
فده بالنسبه لنا كان صعب عشان يعني نكسبه يسهل لنا كتير، لو خسرناه هنضطر مستنيين لحد اخر ماتش لحد اخر وقت، فاحنا كنا عايزين نرتاح ونبقى مخلصين من بدري، فده كان اصعب ماتش، بالذات ان احنا في الماتش ابتديناه كنا متاخرين فرق 2 ورجعنا تاني، وبعد كده هم سبقونا تاني فرق 2 ورجعنا تاني. فاحنا رجعنا في الاخر يعني الحمد لله الفرقه لعبت لحد الاخر، ما وقفناش حتى لما هم فرقوا، فضلنا مكملين لحد ما الحمد لله قدرنا نكسب في الاخر. ماتش صعب وعصبي، كسبنا في اخر دقيقه ونص حاجه كده، عبد بيهز راسه لانه طبعا اكيد كان ماتش صعب. هو اللي حط البلنتي في الاخر، هو اللي حط البلنتي المكسب. مين؟ حط اول جون واخر جون. ماتش صعب، كان صعب. كان فاضل قد ايه بعد البلنتي؟ كان فاضل دقيقه ونص تقريبا، كان فاضل دقيقه ونص، يعني انت جالك ضربه جزاء في دقيقه ونص مهم جدا تحطها. الله كنا محتاج اعصاب وكده يعني. فالخبره بقى كانت يعني بقى اكيد طبعا انت اللي بقى يعني انت ما فيش غير ضربه جزاء مرعبه يعني. مرعبة. انا ما بصيتش على الجون غير وانا بشوط يعني لحد ما الكره جت انا مديت الجون ظهري، لان اليوم ده كان فعلا يعني الجمهور في النادي لا كان حاجه يعني تشرف يعني. احنا اول مره يجي لنا العدد الجمهور ده في النادي، كل ما تبقى جامد وكل ما تبقى قوي. السباحه كان يعني ما فيهوش مكان للرجل. طب خلينا اجي لك برضو يا كريم، يعني انت مين مين تشكره يعني؟ انت طبعا يعني اكيد مريت يعني ناس صندوق، مين بتشكره؟ احب طبعا اشكر اهلي، وقفوا معايا كتير في التمارين وان هم يدعموني ان انا افضل اروح التمرين واتمرن. اشكر اخواتي، اشكر صحابي اللي موجودين على طول، اذا كان موجودين في الماتشات او في التمارين بيجوا يساعدوني. بس انت لسه سنجل؟ انا لسه 2002 ده لسه سنجل. معلش هو في ولاش دعوه بالسن يا حبيبي انت، فانت احنا ممكن نديلك لغايه بعد التخرج ان شاء الله. لما تجي لي بعد كده الحلقه تخش بقى نشكر نشكر بقى اهلي وبتاع، وانت عارف هتشكر مين بعد كده، فانت ركز بقى. وايه هو بيظبط من دلوقتي؟ بيظبط يعني انت هو في حد؟ طب خلاص يعني بص على الهوا اهو، على الهوا مش هيسيبوك يعني، زمايلك وحافظينك. طيب خليني يعني برضو اتكلم عبد الستار، يمكن حاجه مهمه، انت علاقتك باللعيبه برضو مهم جدا يعني. بص في اعمار كتيره وطبعا يعني يمكن يعني فوزي طبعا ادى الكريم واحد على الهواء دلوقتي على طول واحده كده كتف قانوني. انت علاقتك باللعيبه خاصه في اجيال كتير يعني، محمد جيل، فوزي جيل، كريم جيل، يعني كل واحد جيل، بتتعامل معاهم ازاي وانت راخر كابتن فريق؟ فلازم تعرف تتعامل مع كل واحد مع فكره. بص هم كلهم اخواتي، انا بتعامل معاهم من منطلق ان انا بعامل اخويا اللي في البيت، فهم كلهم اخواتي وكلهم حبايبي، وبسمع كل واحد فيهم، بعرف كل واحد مشاكله ايه، بحاول ان انا ابقى قريب من كل واحد فيهم، بحس ان هو نبقى احنا كلنا كفرقه ما حدش عنده مشاكل. فهم كلهم بصراحه يعني انا بحبهم جدا على المستوى الشخصي، هم عارفين كده، يمكن هم يحكوا لك. لا مش ايه، فوزي من الناس يعني اللي عزيز جدا على قلبي، عزت وشطه وكلهم بصراحه.